السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله النهاردة أول محاضرات Physiology of Digestion. محاضرتنا هتكون Introduction وهنتكلم فيها كمان عن Salivary Secretion. هكون معاكم دكتورة ياسمين محمد الحارتي، مدرس الفسيولوجي كلية الطب جامعة طنطا. الILOs اللي ما نعرفه بنهاية محاضرتنا إنه To Understand the Functions of the Digestive System، Recognize the Different GIT Reflexes، ودي مهمة جداً. To demonstrate the salivary secretion, its composition, function, and control. نبدأ الأول بإنترودكشن عن الـ digestive system عشان نعرف إحنا هنتكلم عن إيه. Digestive system هو الـ system in our body that is responsible for digestion and absorption of food substances. يعني إيه؟ يعني أنا لما هاخد food particle ايا كان نوعها ايه، الجي اي تي بتاع الدايجستيف سيستم هو المسؤول عن البريك داون اوف ذيس نيوترينتس او ذيس فود انتو سمول بارتيكلز اند اتس كونفرجن لان انا اعملها ابسوربابل ماتيريال باي دايجشن. بعد الدايجشن بتيجي الخطوه الثانيه اللي هي ابسوربشن، لما خلاص كسرت النيوترينتس ديت لسمول بارتيكلز هبدا اخدها من الدايجستيف سيستم انتو ذا بلاد علشان ابدا اعمل لها ديستريبيوشن على جسمي كله. يبقى الوظيفه بتاعه الدايجستيف سيستم او الرول بتاع الدايجستيف سيستم هو دايجشن اند ابسوربشن اوف فود سبستانسز. طيب نفصل بقى الفانكشنز بتاعة الدايجستيف سيستم بالتفصيل شوية. هو كل ما يتعلق بالفود من أول الانتيك لحد الابسوربشن وكمان الاكسكريشن. إزاي؟ هو اللي مسؤول عن الانجشن. أنا الأكل بيخش عن طريق الماوث، الماوث part of the digestive system. الانجشن and consumption of food substances. بعد كده بيبدأ يكسرها من أول الماوث لحد ما يوصل ل الانتستين، فهو اللي بيعمل breaking of the food into small particles. هيبدأ ينقلها from one part، هيعمل transport from one part of the digestive system to the other علشان كل جزء يشتغل عليها الشغل بتاعه. هيبدأ يعمل secretion كمان لكل necessary enzymes and substances for digestion. Eventually لما هعمل كل ده كده من أول ingestion، breakdown، secretion، enzymes will transport across the digestive system، هقدر اعمل كده digestion of the nutrients into small molecules. small molecules ديت اقدر اعمل لها absorption عشان انقلها للblood. وfinally بيتبقى اكيد waste products، هقدر اعمل لها ايه؟ removal from the body. يبقى دي functions of the digestive system. طيب ايه parts of the digestive system؟ اكيد عندنا فكرة مبدئية عنها، بس احنا بنقسمها لحاجتين. الجزء الاولاني اللي هو GIT او gastrointestinal tract، هو عبارة عن tube connected ببعضها من اول oral cavity لحد ما بوصل للانس. تمام، ايه هي parts بتاعتي ديت؟ من اول الماوث، الفارينكس، الاسوفاجس، stomach، وبعدها الانتستين، small intestine and large intestine. بعد كده في accessory organs بقى هي اللي بتساعد ال gastrointestinal tract. ايه هي؟ اولا كده الماوث هلاقي فيه teeth and tongue، هما الاتنين بيساعدوا على حركة الفود جواها، وفي salivary glands علشان ليها functions كتير هنتكلم دلوقتي عنها. في كمان الحاجات السكريتوري اللي ليها علاقة بالجي اي تي، زي مين؟ زي البنكرياس، الاكسكراين بارت اللي بيطلع لي انزيمز معينة، والليفر والجول بلادر اللي مسؤولين برضو عن انزيمز معينة وبيساعدوني في حاجات في الابسوربشن. محتاجين نعرف الهيستولوجي بتاع الوول اوف ذا جي اي تي، لانه هيساعدنا شويه ان احنا نفهم عن functions of جي اي تي and how it's done. بدايه اول layer دايما بتبقى اول lining layer لاي system بيبقى ميوكوزا. الميوكوزا عبارة عن epithelial lining. بما ان الepithelial lining ده هو اللي in contact with food، فالاغلب دايما هو اللي بيطلع ال digestive juices المختلفة، وهو اللي بيطلع لي ال GIT hormones. second function برضو بما ان هو اللي in contact، هو اللي بيبدأ ال absorption of the digested diet. طيب
رقم 2 اللي بيبقى موجود تحت الميكوزا دايما هو الساب ميكوزا. الساب ميكوزا دايما is a layer of connective tissue، دايما بيبقى موجود فيها blood vessels والlymphatics المسؤولة عن النيوتريشن والمسؤولة كمان في الجي اي تي عن بداية الابسوربشن كمان. طيب الساب ميكوزا هنا في الجي اي تي ليها رول تاني مهم جدا جدا، ان فيها حاجة اسمها الساب ميكوزا نيرف بلكسس او ميزنر نيرف بلكسس. ايه اهميتها؟ كمان شوية هنعرف ان الجي اي تي له نيرفس سيستم خاص بيه، خاص بيه هو علشان الكنترول بتاع الجي اي تي سواء سكريشن او موتاليتي. طيب البدايتي ومن اهم البوينتس فيها هي الساب ميكوزال او الميزنر نيرف بلكسس دي. يبقى تاني في عندي ميزنر او ساب ميكوزال نيرف بلكسس موجودة في الساب ميكوزال لير، مهمتها ايه؟ ان هي جزء مهم جدا جدا من النيرفس سيستم بتاع الجي اي تي. طيب بعد كده اللاير اللي بعدها هي طبقة الماسكيلوزا او الماسل لاير، عبارة عن طبقتين inner circular و outer longitudinal muscles smooth muscles. طيب ليه عندي two layers كمان؟ لان انا تهمني جدا جدا ان يكون الوول بتاع الجي اي تي muscular وكويس، علشان هي المسؤولة عن الموتيليتي، الحركة اللي موجودة في اجزاء الجي اي تي المختلفة. طب ايه اهمية الحركة دي؟ الحركة دي هي اللي بتعمل بتساعد على الدايجيشن، وبتساعد ان الفود يتنقل من مكان لمكان في الجي اي تي لحد ما يوصل للانتستين والكولون. طيب في حاجة تانية، وظيفة تانية مهمة للمسل لاير دي؟ ليها وظيفة تانية مهمة جدا، ان برضو جواها الماينتريك نيرف بلكسس. نيرف بلكسس تانية غير الساب ميكوزال، موجودة فين؟ موجودة between the two layers of musculosa، بين السيركلر الانر سيركلر والاوتر لونجيتيودنال مسل. وظيفتها ايه تاني؟ هي برضو بارت مهم جدا من الجي اي تي نيرفس سيستم. اخر لاير بتبقى layer of serosa، هي الاوتر موست لاير، it covers الجي اي تي كله ما عدا الاسوفجس وديستال ريكتوم اند انال كانال. يبقى layers تاني from in to out، الانر موست هي الابيثيليال لايننج دايما اللي هو الميكوزا، وبعدين بعدها الساب ميكوزا كونكتيف تيشو، وفي الساب ميكوزا نيرف بلكسس، وبعدين الماسكيلوزا تو لايرز وبينهم الماينتريك نيرف بلكسس، واخر حاجه خالص سيروزا. طيب بما ان احنا جبنا سيرة الجي اي تي ان هو له نيرفس سيستم مخصوص، لازم نتكلم عن انرفيشن اوف ذا جي اي تي. الجي اي تي طبيعي بياخد autonomic nervous system regulation او innervation، وله intrinsic innervation خاص بيه هو. تمام، بما ان هو part من الفيسرا فهو اكيد بياخد autonomic، ودي خدناها بالتفصيل، وله برضو intrinsic innervation، وده مهم جدا وله رول مهم جدا في الجي اي تي، نتكلم عن تفاصيله. زي ما انتوا شايفين بدايتي دايما كانت الساب-ميكوزال نيرف بلكسس. في عندي ساب-ميكوزال نيرف بلكسس مكانها فين؟ في الكونكتيف تيشو بتاع الساب-ميكوزا. اللاير التانية مين؟ اللي هي الماينتريك نيرف بلكسس. الماينتريك نيرف بلكسس موجودة فين؟ موجودة في بين المسل لايرز بتاعة الماسكيلوزا، بين الانر سيركلر والاوتر لونجيتيودنال. لو بصيتوا على الرسم قدامنا تاخدوا بالكوا ان في انتر نيورونز بتوين ذا تو لايرز، وفي انتر نيورونز جوه كل لاير كمان، يعني ساب ميكوزال بلكسس النيورونز نفسها بينها انتر نيورونز موصلاها ببعض، والماينتريك بلكسس لو بصيتوا لها هتلاقوا برضو انتر نيورونز موصلاهم ببعض، وفي انتر نيورونز موصله التو لايرز ببعضهم. معنى كده انه الحاجات دي كلها كونكتد، والكونكشن ده مسؤول عن الريفلكسز كتير جدا بتحصل في الجي اي تي. ناخد بالنا من حاجة كمان، ان السيمباثاتيك والباراسيمباثاتيك الاتنين اللي هما الاوتونوميك سبلاي بتاع الجي اي تي، الاتنين بيبعتوا عن طريق، ممكن يبعتوا لي عن طريق النيرف بلكسس دي بتاعة الجي اي تي. تمام، هنتكلم دلوقتي عن الريفلكسز بالتفصيل. زي ما قلنا انه الجي اي تي واخده اكسترنسك انرفيشن، بما ان هي فيسرا يبقى الاكسترنسك انرفيشن بتاعها اكيد اوتونوميك. الاوتونوميك عارفين ان هو سيمباثيتك اند باراسيمباثيتك، الاثنين زي ما خدنا بالنا
في الصورة اللي فاتت دي كانوا عاملين سينابس مع ايه الانترنسك انرفيشن. طيب حاجة سبيسيفيك بقى للجي اي تي هي الانترنسك انرفيشن، دي عبارة عن ايه؟ الميوكوزال اللي هو سب ميوكوزال والماينتريك نيرف بلكسسز. طيب الاثنين دول موجود بينهم وبين بعض انتر نيورونز، وجواهم هم نفسهم انتر نيورونز هي اللي بتعمل كونكشن بين النيرفز دي. طيب اي حاجه اي اكسترنسك اوتونوميك نيرف بيعمل سينابس معاهم زي ما خدنا بالنا سمباثيتك والبارا سمباثيتك الاثنين، فيما عدا سمباثيتك سبلاي اللي رايح دايركت للبلود فيسلز ده مش هيعمل سينابس مع السب ميوكوزال ولا الماينتريك نيرف بلكسسز. بعتبر ده ثيرد ديفيجن للاوتونوميك نيرفس سيستم، لانه زي ما احنا شايفين الاوتونوميك نفسه حتى بيشتغل عن طريقه. وناخد بالنا ان دوت ممتد على طول الجي اي تي من اول اللور ثيرد اوسوفاجس لحد اللارج انتستين. يعني لما هنيجي نتكلم كمان شويه عن السليفري والكنترول اوف سليفري سيكريشن مش هنتكلم خالص عن الانترنسك انرفيشن، بدايتي فين؟ لور ثيرد اوسوفاجس لحد اللارج انتستين. من الكلام اللي فات نقدر نستنتج ان اكيد الجي اي تي ريفلكسز مختلفة شوية عن اي حاجة تانية، خصوصا ان انا عندي انتريك نيرفس سيستم خاص بالجي اي تي. تمام؟ طيب هي بتختلف على حسب ايه؟ على حسب السنتر اللي انا رايح له. في حاجات بتكتفي، في ريفلكسز بتكتفي بان السنتر بتاعها هيكون جوه الجي اي تي، جوه الانتريك نيرفس سيستم بتاعي، بسميها لوكال انتريك ريفلكسز. طيب local enteric reflexes يعني ايه تاني؟ يعني هي integrated تماما جوه ال enteric nervous system. يا ترى مين الافرنت؟ طبعا اقرب حد للكونتاكت بكل اللي بيحصل جوه ال GIT مين؟ هو submucosal nerve plexus، عشان كده دايما هلاقيها افرنت، هي دايما اللي عندها sensation، دايما اللي عندها information اللي محتاجة توصلها لسنتر. في حالة اللوكال انتريك ريفلكس السنتر بتاعي جوه الانتريك نيرفس سيستم، يعني مين؟ يعني الماينتريك او الساب ميكوزال بلكسس اللي بترجع تديني ايه؟ الافرنت بتاعي. المثال الاشهر ليها هو الجاسترين سيكريشن. طيب ممكن اعلى شوية بالسنتر بتاعي، ممكن اوصل لليفل اعلى شوية، او ممكن اوصل للجانجليون جانجليونيك ريفلكسز. السنتر بتاع الجانجليونيك ريفلكسز هي البريفيرتيبرال سيمباثيتك جانجليا. طيب يبقى الافرنت بتاعي يا ترى مين؟ برضو احنا متفقين ان الافرنت دايما هو السب ميكوزال بلكسس، والسنتر اتفقنا اللي هو البريفيرتيبرال سيمباثيتك جانجليا. امثله ليها مثلا زي السيلياك زي الميزنتريك. تمام؟ طيب الافرنت مين؟ الافرنت هيطلع من البريفيرتيبرال جانجليا، واتفقنا ان السيمباثيتك او الباراسيمباثيتك كله بيعمل سينابس مع الانتريك نيرفس سيستم ما عدا السيمباثيتك اللي رايح دايركت للبلود فيسلز. المثال الاشهر ليها اللي هو الانتيرو جاستريك ريفلكس والجاستروكوليك ريفلكس، لسه هنتكلم بعدين عن تفاصيلهم. ممكن اعلى بقى بالليفل بتاع السنتر بتاعي عن السيمباثيتك جانجليا، ممكن احتاج اوصل للسنترال نيرفس سيستم. هوصل لمين؟ هوصل للبرين والسباينال كورد. هوصل لمين السنتر بتاعي بقى في البرين او في السباينال كورد؟ السنتر هيبقى يا اما اللاترال هورن سيلز بتاعه السباينال كورد او الكرينيال نيرف نيوكليوي. الافرنت مين؟ متفقين الافرنت دايما هو سب ميوكوزال نيرف بلكسس. طيب امثله ليها زي ايه؟ زي البريستالسيس في الابر بارت اوف اسوفاجس، وزي السباينال ديفيكيشن ريفلكس. يبقى تاني نقول انا بقسم الجي اي تي ريفلكسز على حسب السنتر بتاعي، يا اما ريفلكسز انتايرلي جوه الجي اي تي، في الحاله دي بسميها لوكال انتريك ريفلكس. طيب مين السنتر هنا؟ هيبقى هو الماينتريك او سب ميوكوزال نيرف بلكسسز. طيب ممكن اعلى شويه، ممكن اعلى شويه وابقى جانجليونيك ريفلكس. الجانجليونيك مين السنتر بتاعي؟ هي البريفيرتيبرال سيمباثيتك جانجليا. تمام؟ طيب ممكن اعلى اكتر من كده كمان، ممكن اعلى لاوصل للسنترال نيرفس سيستم وهبقى سنترال نيرفس ريفلكسز. زي ايه بقى السنترز بتاعتي؟ يا اما هتبقى اللاترال هورن سيلز اوف ذا سباينال كورد، او هتبقى الكرينيال نيرف نيوكليوي. في كل الحالات الافرنت بتاعي دايما هيكون السب ميوكوزال نيرف بلكسس.
والإفرنت بتاعي على حسب اللي جاي من السنتر، غالبا غالبا كانوا بيعملوا ساينابس في الآخر مع الساب ميكوزال والميانتريك نيرف بلكسسز ما عدا السيمباثيتك اللي رايح للبلود فيسلز. نتكلم بقى عن الموضوع التاني في محاضرتنا النهاردة اللي هي salivary secretion. هنتكلم في salivary secretion عن ال composition of saliva، عن ال functions، عن control والaugmented salivary secretion. طيب الأول نفتكر كده ايه هي ال salivary glands اللي نعرفها او ايه salivary glands اللي موجودة عندنا. هي 3 pairs زي ما احنا شايفين، في حاجة في salivary gland اللي هي ال parotid، وفي 2 اصغر شوية حجما اللي هم ايه sublingual والsubmandibular salivary glands. يبقى عندي 3 pairs اللي هما parotid, submandibular and sublingual salivary glands. نتكلم عن ال content او ال composition of salivary secretion. طبعا احنا عارفين هو بيبقى حوالي 1 liter per day، وعارفين ان هو حاجة watery، فطبيعي ان الموست بتاع ال content بتاعه عبارة عن water، حوالي 99.5% مية. يبقى طالما ده مية يبقى الباقي هيبقى ايه؟ هيبقى solid content اللي هو حوالي 0.5%. طيب اي solid content جوه جسمي غالبا بيبقى يا اما inorganic يا اما organic. ال inorganic constituents دايما بتبقى صوديوم وبوتاسيوم، دي اكيد موجودين في كل حاجة في كل جسمي، في كل fluids صوديوم وبوتاسيوم، موجود معاهم chloride، موجود bicarb، وموجود فوسفات، وموجود كمان soluble calcium salts. طيب مين ال organic substances؟ دايما بيبقى فيه enzymes، اللي هنا specifically هتبقى الاميليز واللايزوزايم، والجي اي تي دايما دايما هلاقي فيه ميوسن. يبقى salivary secretion اللي هو حوالي 1 liter per day، بما انه watery secretion يبقى mostly او 99.5% منه water، وال 0.5% الباقية solids عبارة عن inorganic وorganic. ال inorganic طبيعي دايما عندي صوديوم وبوتاسيوم، هنزود معاهم الكلورايد، وعندي bicarb وفوسفات، وعندي soluble calcium salts. طيب ال organic substances دايما هيبقى فيها enzymes، الأشهر عندي في السلايفا هو الأميليز واللايزوزايم، وال GIT كله دايما هلاقي فيه ميوسن في ال organic substances. مين ال inorganic ions اللي اتكلمنا عنهم كده علشان نوضح شوية أكتر؟ ال inorganic ions قلنا صوديوم وبوتاسيوم وكلورايد. صوديوم وبوتاسيوم موجودين في most body fluids and secretions. الكلورايد هنا له وظيفة مهمة جدا، هو بيشتغل as an enzyme activator للسليفري amylase. مين الأميليز؟ هو ده الإنزيم اللي موجود في السليفري secretion. طيب في وظائف تانية لبقية ال inorganic ions؟ عندي البايكارب والفوسفات، احنا عارفين ان دول من اشهر البافرز اللي موجودة في جسمنا، اللي بتمنتين ال pH بتاع السلايفا neutral. ومعانا كمان soluble calcium salts. soluble calcium salts لما بيحصل لها precipitation، لما بتبقى insoluble by the action of bacterial fermentation، هي دي اللي بتعمل ايه؟ ال hard plate او ال tartar over the teeth. طبعا ده انتوا تقولوه احسن مني. يبقى تاني من ال inorganic ions؟ ها صوديوم وبوتاسيوم وكلورايد. يهمني هنا ان الكلورايد له رول مهم جدا انه enzyme activator for salivary amylase. طيب البايكارب والفوسفات من اشهر بافرز في جسمي، وبافر مهم جدا في السلايفا to maintain its neutral pH، والsoluble calcium salts هي ديت اللي بتكون لي tartar لو ايه لو هي بقت insoluble وحصل لها precipitation. طيب ال organic constituents اتفقنا انها عندي يا اما enzymes يا اما mucin. ال enzymes مين؟ قلنا ان في عندي salivary amylase، كل ال amylases وظيفتها digestion of carbohydrates. ال salivary amylase او له اسم تاني اللي هو تيالين، salivary amylase دوت concerned with ال digestion of starch soluble او cooked starch. طيب الانزيم التاني كان اسمه لايزوزايم. اللايزوزايم ده is an antibacterial والميوسن. يبقى الorganic constituents بتاعتي يا اما انزيمز يا اما ميوسن. الانزيمز مين؟ اللي هو السليفري amylase اللي مسؤول عن الديجيشن of cooked starch، واللايزوزايم antibacterial، والconstituent التاني اللي هو الميوسن
هو ايه ده بيعمل لي دايما protective layer في الجي اي تي كلها من اول oral cavity لحد الكولون. نقدر نخمن بقى الفانكشنز اوف saliva من الكونتنت بتاعها. بداية كده الووتر اللي موجود في الصلايفة يا ترى ايه الفانكشن بتاعته؟ اكيد هو بيساعدني على الديجلوتيشن، لو الاورال كافيتي ده دراي اكيد هيبقى صعب جدا ان انا ابلع، فهو بيساعد على الديجلوتيشن، بيساعد على الارتيكوليشن، هو بيساعدني اني اتكلم. برضو تاني نفتكر اللي عنده دراي ماوث ما بيبقاش بسهولة الكلام زي لما يكون السليفري سيكريشن اكتف وكويس. بيساعد كمان ان هو act as a solvent علشان يشغل taste buds. انا محتاجة ان انا اعمل solvent كده لل nutrients دي عشان taste buds تحس بيها، يحصل لها stimulation. واخر حاجة الووتر تهمني جدا ان هي مسؤولة او sharing في الووتر بالانس بتاع البودي كله. لما مثلا بيحصل بيبقى فيه dehydration في جسمي بالتبعية السكريشن بتاع السلايفا بيقل، فبيبدأ يحصل sensation of dryness في الماوث. يعني ايه dryness؟ يعني انا على طول مخي بيترجمها ان انا ايه thirsty، يعني اروح اشرب علشان احسن حالة الدراينس اللي انا وصلت لها دي. يبقى هو sharing بدور مهم جدا جدا في الwater balance. طيب دي وظيفة المية. تاني deglutition, articulation, acts as a solvent و water balance. طيب الأورجانيك كونستيتوينتس كانوا مين فاكرين؟ ها طبعا الأول حاجة الأمايليز، وده كان بيعمل عرفنا على طول إن هو بيعمل دايجيشن الكوكت ستارش، واتنين الميوسين، وقلنا إن هو لوبريكنت و بافر كمان. اللايزوزايم قلنا إن هو أنتي بكتيريال. بقي لي مين؟ الإنورجانيك كونستيتوينتس اتفقنا إن الكلورايد له وظيفة إن هو بيعمل اكتيفيشن للاميليز، واتفقنا ان البايكارب والفوسفيت act as a buffer. اخر حاجة خالص بتعملها السلايفا هي نفسها بتعمل اكسكريشن لبعض المواد زي مين؟ زي اليوريا، الايودين والفلورين. يبقى تاني الفانكشنز بتاعت السلايفا ممكن استنتجها من الكونستيتوينتس او من الوظيفة بتاعت كل كونستيتوينت فيها. اول حاجه خالص الووتر، الووتر ديت مهمه جدا علشان الديجلوتيشن، عشان الارتيكوليشن، علشان التيست، وعلشان الووتر بالانس. طيب رقم اتنين مين الاورجانيك كونستيتوينتس؟ الانزيمز، الاميليز كان بيعمل دايجيشن الكوكت ستارش، واللايزوزايم كان انتي بكتيريال، وكان الميوسين ات اكس از لوبريكانت اند ا بافر. وبعدين مين الانورجانيك كونستيتوينتس؟ قلنا الكلورايد دوت كان مهم as an activator للأميليز salivary amylase، والبايكارب والفوسفيت act as a buffer، وآخر وظيفة خالص للسلايفا هي ال excretion of some substances زي اليوريا والأيودين والفلورين. دي مراجعة تاني سريعة لل functions of saliva. اتفقنا ال deglutition ازاي؟ عن طريق ال lubrication اللي هتعمله المية. articulation برضو ال lubrication بتاع ال oral mucosa facilitates speech. solvent action بتاعها بتساعدني على ال stimulation of the taste buds فتعمل لي stimulation of taste receptors. regulation of water balance اتفقنا تاني ان لما يكون عندي dehydration فهتقل saliva production بالتبعية، فهبدأ احس بالdryness في الماوث، والdryness دوت يبدأ يعمل stimulation للthirst center، هروح اشرب. يبقى معنى كده اني هحسن حالة dehydration اللي وصلت لها دي. دي الاربعة functions بتاعت المية. طب نخش على organic constituents. كان فيها اول حاجة الamylase كانت بتعمل digestion of the cooked starch. طيب السليفري اميليز ناخد بالنا ان هو شغال في نيوترال ميديم، يبقى لازم اوصل للنيوترال ميديم ده ازاي؟ عن طريق يا اما الميوسين اللي كان بيعمل بافرنج اكشن، والاهم منه اللي هو مين؟ البايكارب والفوسفيت اللي هم دي اكت از ا بافر. طيب كان مين تاني اورجانيك كونستيتوينت نفتكر؟ اللي هو اللايزوزايم. اللايزوزايم اكتس از ان انتي بكتيريال ايجنت. في حاجة كمان برضو انتي بكتيريال وبتساعدني على الاورال هايجين، اللي هو ايه؟ الكونتينيوس فلو اوف سلايفا. اخر حاجة خالص وظيفة مهمة جدا للسلايفا ان بيحصل عن طريقها اكسكريشن لبعض
الـ organic substances زي اليوريا والـ inorganic salts زي الأيودين والفلورين. ناخد بقى لمحة سريعة كده عن الـ innervation of salivary gland علشان نفهم منه بعد كده الـ augmented salivary secretion والـ control of salivary secretion. نفتكر كده من الأوتونوميك الـ innervation of salivary gland كان كله إيه؟ sympathetic and parasympathetic. نبدأ بالـ parasympathetic. كان في عندي superior salivary nucleus اللي كانت بيطلع منها corda tympani اللي ماشي مع 7th cranial nerve. الـ corda tympani أو الـ 7th cranial nerve الجزء ده منها كان بيعمل relay في الـ submandibular ganglia، يطلع منها الـ post ganglionic يستيمولييت الـ submandibular و sublingual salivary glands. طيب كان في عندي كمان في الـ parasympathetic الـ inferior salivary nucleus، كانت بيطلع منها ايه؟ كان بيطلع منها مع glossopharyngeal nerve اللي هيعمل relay في الـ otic ganglia، ومنها هيبعت ايه؟ post ganglionic fibers للـ parotid gland. طيب دوت الـ parasympathetic. الـ parasympathetic كانت وظيفته ايه؟ هيطلع لي trophic، هيطلع لي watery secretion rich in water. طيب السيمباثاتيك بقى، السيمباثاتيك كان جاي منين؟ كان جاي من اللاترال هورن سيلز بتاعت T1 وممكن T2. طيب ديت البري جانجليونيك، الجانجليا اللي بتعمل فيها ريلي مين؟ كانت اللي هي السوبيريور سيرفايكال جانجليا، تمام، اللي في سيمباثاتيك تشين. البوست جانجليونيك بتاعها كان بيروح على السليفري جلانز، كان بيعمل ايه؟ بيعمل برضو سيكريشن. ده شكل تاني برضو بيوضح لي sympathetic والparasympathetic supply اللي رايح للsalivary glands. ايه الفانكشن بقى بتاعتهم؟ الparasympathetic زي ما قلنا ان هو بيستيمولييت السكريشن. شكله ايه بقى الparasympathetic secretion دوت؟ هو بيحفز الجلاند انها تصنع watery large amount of watery secretion rich in water، بس غالبا بيبقى poor in enzymes. طيب الsympathetic بقى وظيفته ايه؟ برضو stimulation of secretion، بس في الحالة دي بيبقى trophic. يعني ايه trophic؟ يعني less water و more enzymes او more solids. خلاص طيب ناخد بالنا بقى من جزء مهم كده، شايفين myoepithelial cells اللي موجودة هنا حوالين salivary gland دي، مين اللي بيشتغل عليها يا ترى، sympathetic ولا parasympathetic؟ اللي بيشتغل عليها sympathetic. when stimulated بتعمل ايه؟ بيعمل contraction المايو epithelial cells اللي بتبدأ تعمل squeeze لكل ايه؟ السلايفا اللي متكونة ومتجمعة جوه السليفري جلاند. ده يهمني بقى علشان الـ augmented salivary secretion. ايه هو augmented salivary secretion؟ augmented يعني زيادة عن العادي. امتى وازاي بيحصل augmented salivary secretion؟ من الديفينيشن بتاعه هعرف ان لما اعمل sympathetic stimulation after parasympathetic stimulation it results in augmented او increased salivary secretion. تاني كده، لما اعمل sympathetic stimulation في العادي هيحصل ايه؟ release of trophic secretion. لا، طب ايه رأيكم لما اعمل sympathetic stimulation بعد parasympathetic هيحصل ايه؟ هيحصل augmented او increased salivary secretion. طيب نفسرها ازاي؟ اللي حصل ايه الاول لما عملت parasympathetic stimulation؟ ال parasympathetic stimulation عمل كون كمية كبيرة جدا من ال watery saliva. لما حصل كنت بعدها sympathetic stimulation بدأت تعمل contraction للmyo epithelial cells فطلعت ايه؟ ال profuse watery parasympathetic secretion اللي كان جوه السليفري جلاند. يبقى الكوز بتاعها ان انا عملت sensitization of the gland to the sympathetic stimulation. sensitization ده عملته بايه؟ عملته بالparasympathetic بالpreceding parasympathetic stimulation اللي عمل لي يعني parasympathetic secretion of large amount of saliva. جت السيمباثيتك عملت contraction للmyo epithelial cells فعملت squeezing و expulsion لكل ال prepared secretion ده. يبقى تاني ايه هو ال augmented salivary secretion؟ هو salivary secretion نتيجة للstimulation of sympathetic after parasympathetic.
ايه اللي هيحصل؟ انا عملت sensitization للسيمباثاتيك عن طريق الباراسيمباثاتيك ستيميليشن. لو هنتكلم بقى عن الميكانيزم او الكنترول اوف salivary secretion، مهم جدا نعرف ان salivary secretion is purely nervous control. يعني ايه؟ يعني انا مش داخل معايا اي chemical control، يعني مش داخل معايا اي hormones، هو purely nervous control. طيب nervous control دايما بيبقى في صورة reflexes. reflexes دي في منها انواع، عندي نوعين هنا في control of salivation: conditioned and unconditioned reflexes. لو شفنا الصور دي مع بعض، هتلاقي ان اوتوماتيك بدأ يحصل salivation. السالايفيشن اللي حصل ده حصل ليه؟ يا ترى حصل ليه؟ ها، حصل based على ايه؟ ال thinking of food، ال sight of food، و ال smell of food بقى لو انا actually قدامي اكل. تمام؟ يبقى الحاجات دي كلها بتعمل trigger للسالايفيشن. ايه تاني بيزود السالايفيشن؟ الاكل نفسه، الفود نفسه هو موجود في الماوث خلاص، ولحد ما يوصل كمان للاستومك، كل ده بيعمل ستيميليشن للسالايفيشن. طيب ازاي؟ عن طريق الريفلكسز اللي اتفقنا عليها، قلنا ان في unconditioned وconditioned reflexes. نبدأ بالconditioned reflexes لان هي بتحصل الاول. conditioned يعني ايه؟ conditioned يعني حاجة اتعلمتها. انا اتعلمت ان ده السايت اوف فود، ده شكل الاكل، ده ريحة الاكل، او انه انا افكر في الاكل. يبقى دي learned او acquired reflexes. معنى انها learned معنى انها acquired، معنى ان حاجة محتاجة learning، يبقى اكيد محتاجة cerebral cortex. بتحصل ازاي بقى الconditioned reflexes دي؟ الاستيمولاي بتاعتي هي الحاجات اللي قبل ما يحصل direct contact بين الاكل وبيني، اللي هي ايه؟ اللي هي السايت، الثينكينج، او السمل اوف فود. دول بيعملوا ايه؟ بيبداوا يعملوا ستيميوليشن للريسبتورز بتاعتهم. يعني السايت اوف فود هيعمل ستيميوليشن للفيجوال ريسبتورز، السمل اوف فود هيعمل ستيميوليشن للاولفاكتوري ريسبتورز، الهاير سنترز بتبدا تفكر. كل ده هيبعت ليه؟ عن طريق السنترز بتاعتهم، الاوبتيك مثلا او الاولفاكتوري سنتر او الهاير سنترز، كل دول ايفينشولي هيبعتوا للسليفري سنتر. تمام؟ السليفري سنترز اللي اتكلمنا عليهم اللي هم السيمباثاتيك والباراسيمباثاتيك، هيبعتوا الاول للباراسيمباثاتيك كمان. يقوموا يحصل ايه؟ يحصل سيمباثاتيك وباراسيمباثاتيك اكتيفيشن، يقوموا يزودوا لي السليفري سكريشن من الثري سليفري جلاندز. ده اسمه ايه؟ ده اسمه conditioned reflex. يعني ايه conditioned؟ يعني learned او acquired، يعني محتاج ال integrity of cerebral cortex. ليه؟ لان هو based على انه مفيش لسه actual contact بين الفود وبين جسمي خالص. حصل ايه؟ حصل مجرد thinking او sight او olfaction of food. هيعمل stimulation للreceptors بتاعتها، يعني أنا لما هشوف هيحصل stimulation للvisual receptors، الolfaction olfactory receptors، فدول هيبعتوا على centers بتاعتهم سواء الvisual center أو الolfactory، الoptic أو الolfactory centers. دول اللي هيبعتوا للsalivary center، هو اللي هيبدأ يعمل يدي order إن أنا إيه، أبعت sympathetic وparasympathetic activation للsalivary glands فيزيد salivary secretion. طيب لما يبدأ يحصل بقى actual contact للفود بالـ GIT، تمام، هيحصل في الحالة دي unconditioned reflex. يعني ايه unconditioned؟ يعني inherent، يعني inborn reflex، يعني موجود من اول الولادة خلاص. معنى ان هو مش محتاج ان انا اكون متعلمه، وinherent يعني هو انا مش هعدي على cerebral cortex خالص، انا مش محتاج الـ integrity of cerebral cortex. يعني لو جبت decorticated animal مثلا، هيحصل الريفلكس دوت فيه بشكل عادي جدا. اول كونتاكت للفود بالدايجستيف سيستم هيبقى في الماوث، فلما هيخش الماوث هيبدا يعمل ستيميليشن لمين؟ الريسبتورز اللي جواه،
التيست بودز. التيست بودز هتبدأ تبعت افرنت اللي هو السيفنث والناينث كرينيال نيرفز، هيروحوا على السليفري سنتر يعملوا له ستيميوليشن، فهيبعت سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك ستيميوليشن للسليفري جلانس يقوم يزود. ده اسمه ايه؟ ده اسمه بكل unconditioned ريفلكس. قلنا هو ليه unconditioned؟ هو مش محتاج اي ليرنينج، بمجرد ما يحصل تاتش للتيست بادز الفود يجين كونتاكت مع التيست بادز هيعمل لها ستيميليشن، مش محتاج ان انا اكون عندي سيريبرال كورتكس مثلا تفهم ان ده فود خلاص، غير السايت والالفاكشن بتاع الفود اللي كان موجود في الكونديشند ريفلكسز. ده unconditioned ريفلكس. الانكونديشن ريفلكس الثاني اسمه اوسوفاجيو جاستريك انكونديشن ريفلكس. من الاسم كده نتوقع ان الفود هيبقى ان كونتاكت مع الاسوفجس والستومك. لما الفود بولس اللي انا اكلتها دي تبدا تتحرك وتنزل في الاسوفجس او تنزل لحد الاستومك، طول ما هي نازله هي عماله بتعمل ستيميليشن للريسبتورز اللي موجوده دي، وبتبعت افرنت عن طريق الفيجاس. الفيجاس هيروح للسليفري سنتر يعمل له ستيميوليشن اللي هيبعت لي سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك لحد السليفري جلانس علشان تعمل لها ستيميوليشن. ده اسمه اسوفاجيو جاستريك unconditioned ريفلكس. يبقى الكنترول تاني بتاع السليفري سيكريشن is purely nervous عن طريق unconditioned وconditioned ريفلكسز. الconditioned يعني ايه؟ يعني محتاج integrity of the cerebral cortex لان هي اللي بتعمل analysis للحاجة اللي انا شفتها او شمتها مثلا، تقول لي ان ده food وانه ابدا اعمل salivation. خلاص الريسبتورز بتاعتي هي الريجولار ريسبتورز مثلا بتاعه الفيجن وبتاعه الاولفاكشن، وبتاخد نفس الباثوي ان انا شفت او شميت بيه، تبدا بعد كده السنترز بتاعتها دي تبعت للسليفري سنتر علشان يزود السلايفيشن. طيب ده الكونديشن ريفلكس. الانكونديشن ريفلكسز بقى هي مش محتاجه الانتجريتي اوف سيريبرال كورتكس، لان هي بيحصل دايركت ستيميوليشن للريسبتورز اللي موجوده في الدايجستيف سيستم، بدايه من الريسبتورز اللي موجوده في الماوث اللي هي التيست بادز في البقال unconditioned ريفلكس. ما الفود بيخش الماوث يعمل ستيميليشن للتيست بادز، يبعت بعد كده الافرنت بتاعه على طول للسليفري سنتر. او الاسوفاجيو جاستريك unconditioned ريفلكس، الفود بولس اللي موجوده في الاسوفاجس او موجوده كمان جوه الاستومك بتبدا تعمل ستيميليشن للفيجاس نيرف اللي هيعمل ستيميليشن للسليفري سنتر. كده نكون خلصنا محاضرتنا. احنا خدنا انترودكشن عن الدايجستيف سيستم، اكدنا جدا فيها على الانرفيشن والتايبس اوف ريفلكسز، وخدنا كمان السليفري سيكريشن، اتكلمنا عن الكومبوزيشن عن الفانكشن عن الاوجمنتد سليفري سيكريشن وعن الريجوليشن او الكنترول اوف سليفري سيكريشن. ثانك يو.